إخالة الفاسدين من هذه الوزارة، وعلى رأسهم رئيس الجهاز التنفيذي لكلية المجتمع. وعلى رأسهم رئيس الجهاز التنفيذي لكلية المجتمع. وزارة إيش هذه؟ إزالة الفساد والمفسدين من داخل الوزارة. أي مؤسسة؟ وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. ما هي مطالبكم من هذه الوقفة؟ هي المطالب لأنها هي حقوقية للموظفين، يعني بالنسبة لقيادة الوزارة من درجة النائب أدوا لفشل إداري، أدوا لركود يعني داخل التعليم الفني. هل في أشخاص معينين في الوزارة تطالبون أم المسألة إصلاح شامل للوزارة؟ هو إصلاح شامل، يعني لو حبت أن المطالب كلها تنفذ. يعني أي مؤسسة أنتم الآن؟ وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. هل قد كان وقفا من قبل أم تستمروا بالوقفات؟ لا، هنا هذا رابع يوم. هل مصممون على الوقفات؟ مصممين، لا يجي الوزير لأن الوزير في خارج اليمن، لما يعود هو احتمال يجي يعود اليوم الوزير، فنستمر يعني موصلين حق التصعيد لا يوم الثلاثاء. اسمك؟ انتصار. شكرا. التعليم الفني والتدريب المهني، ونحن موقفتنا الاحتجاجية على قيادة الفساد في التعليم الفني، وإحنا قد حددناهم لأن فسادهم قد أسكم الألوف. وصلنا إلى مرحلة أن التعليم الفني أصبح تعليم، فالآن لابد من التغيير، وقفة جادة لتغيير هؤلاء. التعليم لن يرتقي ولن ينهض التعليم الفني إلا بخروج هؤلاء. نحن قد حددناهم بقائمة منهم هؤلاء الفاسدين، فعلى الوزير أن يتحرك تحرك جدي. إذا أراد التغيير، إذا أراد النهوض بالتعليم الفني، لابد من إزالة هؤلاء الفاسدين، لأنهم هم أسباب إعاقة التعليم الفني.